السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا رانيا جهري اللي اول مره يشوفني. لو عجبكم محتوى القناه انزلوا دلوقتي اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتنا، ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. النهارده هنعمل بسكوته حلوه قوي قوي قوي، لذيذه مبهجه، بهجاجه عاليه قوي، الوانتها حلوه. بسكوت اللانكاشاير هتعمليه، ولادك هيفرحوا بالالوان جدا جدا جدا. بكوبايتين دي هنطلع كمية حلوة، وولادك هيفرحوا، وشاركيهم فيه يعملوا معاكي. شايفينه شكله عامل ازاي؟ وطريقته سهلة جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف المقادير. مقادير البسكوت معايا: كوبايتين دقيق، كوباية سمنة باردة، نص كوباية سكر، نص كوباية نشا، بيضتين وعليهم فانيليا. لو عندك سايلة تكون احسن، بتضيع ريحة البيض تماما. ومعايا نص معلقة بيكنج باودر، يعني 5 جرام. هبدأ احط البيكنج باودر والنشا على الدقيق، وهشيل البيض دلوقتي والدقيق، وهبدأ اضرب السمنة والسكر مع بعض. هنزل بالسكر الاول، وبعد كده هنزل بالسمنة. السمنة انا مش عايزاها جامدة، بس تكون باردة. هبدأ اخفقهم كويس جدا لغاية ما يبقوا معايا كريمي. خلاص كده شايفين السمنة مع السكر بقت كريمي. هبدأ انزل بالبيضتين والفانيليا واخفقهم برضو لغاية ما السمنة والسكر يشربوا البيض. خلاص كده تمام، السكر والبيض والسمنة تجانسوا مع بعض. هبدأ انزل بالخليط معايا: كوبايتين دقيق، نص كوباية نشا، 5 جرام بيكنج باودر، معلقة صغيرة ممسوحة، وهبدأ أقلب لغاية ما دي يبدأ يختفي معايا. عايزة تعمليها باللون ده اعمليها، عايزة تلوني براحتك. خلاص كده تمام قوي، العجينة بقت حلوة معايا شايفينها، ولا بتشقق ولا اي حاجة. هبدأ اوزع العجينة على 4 قطع. هعمل بالاخضر والاحمر، وهعمل بالكاكاو، وبرضو هعمل ابيض. هخلي عجينة، هشيل شوية، هشيل مثلا الجزء ده، اخلي ابيض. خلاص بعد ما قسمتها على 4 قطع، هحط معلقة كاكاو خام هنا، معلقة كبيرة، وهحط لون أحمر هنا. اللون الأحمر جيل حلو قوي. حطيت 4 نقط، وكمان اللون الأخضر، اللون الاخضر اتقل لون، لون الجيل بتاعه لونه تقيل قوي. هعجنهم وهوريكم اللون عامل ازاي. خلاص كده بعد ما لونتهم اللون الاخضر والاحمر والابيض والكاكاو بني، عايزه اقول لكم ان لما تستخدمي كاكاو حلو هيديكي نتيجه حلوه في البسكوتات، طعمها بيبقى خيالي. جربوه، الكاكاو الاسباني نكهته وطعمه رائع الخام. هبدأ اكور معاكم. هبدأ الاول بالسادة، العجينة حلوة جدا، بحب ان انا اخليها حجمها صغير علشان طبعا الاطفال وكبار بيعشقوا الالوان. الحجم بتاعها اهو شايفينه، وهحطها كده ولا هضغط عليها ولا اي حاجة كده.
بالشكل ده. هعمل كمان معاكم لون اخضر، لون اخضر قطعه في حجم البندقة او اكبر شويه من البندقة، بس البندقة قبل ما تتقشر كده، وحطها نفس الكلام. هعمل معاك واحدة تانية برضو. تحاولوا تخلوا الاشكال كلها مقاس واحد، علشان وانتي بتلزقيهم مع بعض يبقى الاتنين متجانسين مع بعض. هعمل احمر. العجينة حلوة جدا جدا جدا. هقول لون الاحمر. هعمل براون. هخلص الكمية كلها وارجع لكم. شايفين الوانهم حلوة جدا جدا جدا، مبهجة، وحجمه لما يكون صغير تاكليه مرة يعني في قطمة واحدة، لان الاتنين لما بيلزقوا مع بعض بيبقى كبير شوية، لكن لو خليتيهم حجمهم صغير من الاول يبقى شكلهم كيوت وحلو قوي. هخلص الكمية وارجع لكم. خلاص بعد ما شكلت البسكوت، شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين كل الكور شبه بعضها. هشغل الفرن على درجة حرارة 170، هدخله هيقعد من 15 دقيقة ل 18 دقيقة، مش اكتر من كده. هياخد لون ذهبي بسيط، وهوريكم الشكل اول ما يطلع. خلاص بعد ما طلعت اللانكشاير من الفرن، شايفينه شكله عامل ازاي؟ ولا فرش في الفرن، المقادير مظبوطة 100%، عايري بس بالمكي العادي اللي في كل بيت. شايفينه ارتفاعه حلو، سبته يبرد تماما علشان اوريهولكوا. شايفينه عامل ازاي؟ واخد لون ذهبي اهو. اي حشو انت عايزاه براحتك. معايا مربى، معايا شوكولاتة بيضة، شوكولاتة سودا، صوص كراميل، ومعايا نوتيلا، معايا جوز هند، ومعايا سبرينجلز، ومعايا مكسرات مطحونة. هبدأ اخد اول واحدة، احط مربى. لازم يكون كمية علشان اول ما اضغط عليها هتطلع من الجوانب. حلو قوي كده، اضغطي براحتك علشان تنزل تطلع الكمية دي. وابدأ انزل بيها في السبرينجلز. شايفين الشكل عامل ازاي؟ شكلها حلو قوي. هعمل واحدة خضرة، هعملها بالشوكليت الابيض. احط شويه كده، حلو قوي. وابدا اخد واحده واحطها كده، انزل بس شويه صغنانين وهنزلهم في المكسره. وادي الشكل اهو. هعمل واحدة بالكراميل. هعمل كده واضغط. شايفين ضغطت اهو هنا، وهنزل برضو في المكسرات. هعمل واحدة شوكليت بالشوكولاتة البيضة، حاجة بسيطة. هحط دي كده وهحطها في جوز الهند. شايفين الشكل عامل ازاي؟ هخلص الكمية دي وارجع لكم. شكل براحتك، اعملي اللي انت عايزاه براحتك. هشكل وخلص وهوريكم الشكل النهائي ايه. دي بعد ما خلصت البسكوت اللانكشاير، شايفينه عامل ازاي؟
تبدعي زي ما انت عايزه، خلي ولادك يساعدوكي. حلو قوي قوي قوي، وموفر جدا واقتصادي جدا جدا جدا، وهيفرح الاولاد والكبار. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناتنا لو لسه ما اشتركتوش، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. خلاص خلصنا بسكوت اللانكشاير، شايفينه عامل ازاي؟ بسكوتة حلوة مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، مبهجة. خلي ولادك يعملوا معاكي ويلعبوا، جربوها يعجبكم. شايفينه مبهج ازاي؟ مبهجج قوي يعني. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.